السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة يشوف المحتوى عندي في القناة بتاعتي من الفيديوهات المقترحة، أحب أقول لكم ده البيج بتاعنا على الفيسبوك. أول ما تدخلوا تكتبوا بس في السيرش فيها حاجة حلوة، تظهر لكم شكل البيج ده بالظبط كده. بنعرض فيه كل الصور وكل الفيديوهات اللي احنا بنعملها على اليوتيوب، زائد لو حد عنده أي حاجة بيبعت لنا على البيج. بالنسبه بقى للمعلومه المهمه اللي انا عايزه يعني اقولها لكم، سواء عندي او عندي قنوات تانية اللي فاتته، المحتويات اللي انا عملتها قبل كده وعشان ما يرجعش يسالني فيها تاني، هتدخلي على الكلمه اللي فيها حاجه حلوه، هتدوسي على الصوره اللي جنب الكلمه، زي ما انا عامله لك الدبدوب اهو، شكل الدبدوب، عشان تدخلي على صفحتي الرئيسيه على طول. شايفه الكلمه بتاعت فيها حاجه حلوه؟ اول ما تضغطي على الصوره دي اللي هي صوره البنوته دي، هيتفتح لك بعد كده الصفحة الرئيسية بتاعتي، تمام؟ عشان بعد كده تدخلي من خلالها على الفيديوهات اللي أنا عايزة أوصل لك ليها اللي أنا عملتها. الصفحة الرئيسية سواء أنت داخلة من على اللابتوب أو الكمبيوتر، الخطوات دي هي هياها. أول ما تدخلي على الصفحة الرئيسية للقناة، هتلاقي في الشريط الأحمر اللي فوق كلمة الصفحة الرئيسية وكلمة الفيديوهات وكلمة قوائم التشغيل، زي ما أنا معلمة لك عليها بالأسود كده عند كلمة قوائم التشغيل، هتدوسي عليها. أول ما هتدوسي عليها تتفتح لك كل المحتويات اللي إحنا عملناها من أول القناة لحد وقتنا هذا، تمام؟ متقسمة لك على مجموعات على حسب احتياجاتك الشخصية، زي مثلا ملابس اللانجر والدخل تجيبيها منين؟ شنط الحريمي والأنساتي، إزاي تعرفي مقاساتك الداخلي أو مقاساتك الخروج؟ والشنط والجزم والكوتشيهات والسجاجيد والوكاله والاكسسوارات والمكياج تجيبيه منين، والمنظفات الشخصيه تجيبيها منين، كل ده مكتوب في قوائم التشغيل. اول ما هتدوسي على اي فيديو انت عايزاه، هيتفتح لك مجموعه الفيديوهات اللي اتعملت على المحتوى ده او على العنوان ده يعني بغزاره، من كل الاماكن، من روكسي ومصر الجديده ومن الوكاله ومن العتبه، تمام؟ الكلمه اللي جنبي بقى قوائم التشغيل اسمها المنتدى، زي ما انا معلمه لك عليها بالاسود كده. المنتدى ده بدخل كل يوم انا انشر عليه، واللي بنتكلم بنتناقش فيه على المحتوى القناه، على الجديد، على اللي انتم محتاجينه، على الانتقاد مثلا سواء في التصوير او سواء في معلومه انت مش باينه بالنسبه لكم انا ما قلتهاش، او اي حاجه انت عايزه تكلميني عليها هتكلميني عليه. بالنسبه بقى للي هيجي من ناحيه المترو، اللي هيجي من ناحيه المترو دخلت الوكاله، هيركب المترو، هينزل في محطه جمال عبد الناصر. هينزل في محطة جمال عبد الناصر. محطة جمال عبد الناصر دي اللي هتنزله من أول مدخل الوكالة، أو اللي جاي من ناحية رمسيس هينزل محطة الإسعاف. طب هينزل محطة الإسعاف إزاي؟ هيركب ميكروباص من بعد رمسيس بجنيه، هينزله قدام مدخل الوكالة بالظبط عند إيه؟ المبنى بتاع صحة تنظيم الأسرة. هوريكوا ازاي المبنى اللي هتنزله عندهم. بتوع اللي جايين بقى من ناحية المترو جمال عبد الناصر هيعدوا الشارع الناحية التانية، زي ما انا بعدي كده. اللي هيبقوا جايين من ناحيه الاسعاف ورمسيس مش هيحتاجوا ان هم يعدوا شوارع، لان هم اصلا هينزلوا قدام مدخل الممر اللي بيودي للوكاله على طول، تمام؟ ودي هتبقى بدايه الوكاله من ناحيه محطه الاسعاف ومن ناحيه شارع اللي هو من ناحيه محطه جمال عبد الناصر في المترو اهو. زي ما انتم شايفين اهو العنوان بتاع الصحه الانجابيه وتنظيم الاسره، هتنزلوا عنده عند الفتحه دي، هتنزلوا عنده. اللي شاف الشرح ده قبل كده يقدر يجري القناه او يقدر يجري الجزء ده، اللي ما شافهوش واللي بيشوفه لاول مره يقدر يخليه معايا لحد الاخر عشان تعرفوا هصور لكم ايه، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده بنمشي في الممر ده على طول. الحمد لله صورت لكم من الوكاله البراهات والسجاجيد والعبايات السوداء وعبايات الاستقبال، وصورت لكم كمان ودلوقتي فيديو الطرح يعني واللانجري، اللي احنا رايحين دلوقتي للطرح واللانجري، تمام؟ بس حاجات بسيطة، لسه فيديو كامل على اللانجري. وصورت لكم كمان الملايات من هناك، وصورت لكم الكوتشيهات الأصلي والهاي كوبي، وصورت لكم اللبس الجديد من عند حسين أبو غالية، تمام؟ وصورت لكم كمان البراهات اللي هي ب15 جنيه من عند علي، صورت لكم حاجات كتير يعني، والأندرات كمان، الأندرات القطن ب15 جنيه، تمام؟ وصورت لكم البناطيل الجينز والسلوبتات الحريمي والرجالي والاطفالي ب85 جنيه و100 جنيه، وصورت لكم الجيبات والبلوزات والدريسات برضو صورتها لكم، وانا ماشيه هشرح لكم مكان كل واحد واحنا ماشيين. اهدي شركه الكهرباء اول حاجه هتقابلنا من بعد ما خلصنا الممر، شركه الكهرباء هي اول حاجه هتقابلنا من بعد ما خلصنا الممر. هنمشي على طول في نفس الصف ده على اليمين، مش هنحود ولا يمين ولا شمال دلوقتي، هنفضل ماشيين على اليمين اهو، ان نفس الرصيف ده اللي بتقعد عليه اوشه بتاعت الكوتشيهات وام رانيا،
تمام، ومرانيا بتاعت الكوتشيات الحريمي والرجالي اللي هي الهايكوبي ب 250 جنيه، بس هايكوبي وخامتها عالية جدا، وقوشة بتاعت الحاجات اللي هي الأصلي اللي هي ب 300 جنيه الرجالي والحريمي. ده عندك اهو الطرح ب 30 جنيه عند الراجل ده وب 35 جنيه. الطرح دي لقيتها ب 30 جنيه وب 35 جنيه عند فرشة الراجل ده، بيقعد عند شركة الكهرباء وانتوا ماشيين هتلاقوه عند آخر السور. عنده طرح قطن وعنده طرح شيفون وعنده طرح يعني اللي هي زي ما يقول عليها الكريب دي، ومشجرة وسادة ب 30 جنيه وب 35 جنيه. تمام، واحنا رايحين اهو عند محل الطرح برضو اللي عنده الطرح المستوردة والمصري بسعر الجملة، هوريها لكم ازاي. ده شارع اسمه شارع الكناري اللي هو بعد شركة الكهرباء على طول، اسمه الكناري. واحنا ماشيين على طول هتلاقوا محل الفسخاني على يمينكم، بعد محل الفسخاني ب 3 محلات على اليمين محل ابو غالي حسين اللي هو عامل الشميزات المستوردة ب 175 جنيه، ورقمه 0415332555. ده رقم محل ابو غالي عشان اللي عايز شنط او حريمي او اطفالي او رجالي مستورد بالتيكت، وعنده كمان قياسات وعنده برهات واندرات، والشميزات اللي عنده وعنده درستات كمان وعنده مكان للقياس. ده محل عجبني جدا اسمه كينيا او فرحة تقريبا، لقيت عنده الحاجات دي ب 15 جنيه الفساتين الصغيرة دي، وهو عنده حريمي واطفالي ورجالي وحاجات ب 75، في منها المستعمل والجديد، وعنده قياس في المحل جوه وانتوا ماشيين هتلاقوه. اديكوا عرفتوا شكل الديكور عامل ازاي. هنفضل ماشيين زي ما احنا على طول، هنقابل بعد كده واحنا ماشيين الراجل اللي هي الاستاذه طلبته منا بتاع الشربات الكولون والشربات اللي هي الفلي، عنده هناك ب 10 جنيه و5 جنيه، والاندرات دي عنده ب 10 جنيه و15 جنيه، في منها المقاسات الكبيره والصغيره. قطن قدام حسين سليمان اهو، قدام محل حسين سليمان، الراجل ده على طول بيفرش هناك، جنبيه محل جنبيه برضو فرشه الراجل بتاع كوتونيل الرجالي اللي هو البوكسرات اللي انا كنت مصورها قبل كده. هتلاقوا انتوا ماشيين على يمينكم، دوروا في ظهركم كده هتلاقوا حزب مستقبل الوطن ده، وهتلاقوا محل الحشمه اللي انا كنت مصوره قبل كده الفيديو الكامل اللي عليه بتاع عبايات الاستقبال اللي هي ب 65 جنيه والعبايات السوداء، وعنده جوه قياسات اكتر من 1000 عبايه جوه، هتلاقوها وانتوا ماشيين برضو على نفس الصف. لاحظت برضو محل اسمه المدينه على نفس الصف، فيه كوتشيهات رجالي جميع المقاسات وجميع الالوان والاشكال ب 120 جنيه و 125 جنيه، على طول موجودين هما ما عدا يوم الحد قافل من الساعة 9 صباحا للساعة 11 بالليل و12 بالليل، يعني كل محل بصوره قاعدين لحد المواعيد دي من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 و11 بالليل ما عدا يوم الحد، مش موجودين كل الكوتشيهات هي الرجالي والمقاسات الرجالي كلها، كل الالوان والاشكال والاحجام 45 جنيه و42 45 سوري مقاس و42 مقاس، هتلاقوه ب 120 جنيه، وفي حاجات ب 125 جنيه، وخامتها حلوه جدا، يعني خامتها مش وحشه، خامتها حلوه جدا. في العتبه بقى جبت لكم الراجل اللي انا قلت لكم عليه خامات كمان احلى من دي واغلى من دي واحسن من دي ب 85 جنيه و75 جنيه و85 جنيه و95 جنيه سعر جمله من الراجل اللي انا صورت عنده في العتبه ايام العيد. الراجل ده على طول بينزل الاسعار دي، ودوروا على الفيديو وانا هحاول احط لكم اللينك برضو بتاع الراجل ده اهو. المحل اسمه المدينه وعنده حاجات رجالي كلها وعنده قياسات، وتقدروا تدخلوا تقيسوا زي ما انتوا عايزين. الراجل اللي انا صورت لكم عنده بقى بالعتبه ده ب 95 بالحاجه بالتيكت، يعني الحاجه اللي عنده ب 95 جنيه ب 85 جنيه الحاجه اللي عنده بالتيكت. هحط لكم برضو الفيديوهات دي، وهحط لكم الفيديو بتاع سوري اللينك بتاع البيج بتاع قناتنا على الفيسبوك، وما تنسوش طبعا لايك وشير للقناه وسبسكرايب واشتراك. اللي عند اهو شارع ده مسجد السلطان ابو العلا، وده اخر نزله الكوبري، وعلى يميننا كان المحل قدام مدرسه ابو الفرج دي، المحل بتاع الجيبات والفساتين اللي انا صورتها لكم، الفساتين الخروج زكي السماك اهو. ده الشارع اللي جنب زكي السماك هنمشي فيه على طول، هيقابلنا كمان حماده واحمد بتوع العبايات اللي انا كنت مصوره لكم ب 75 جنيه العبايه وب 35 جنيه و100 جنيه، العبايات الخليجي والسوري اهو الستاند بتاعهم قدام الي مسعود بتاع معرض العربيات، هتلاقوه الي مسعود ده على شمالكم. الستاند بتاع اهو بصوا الستاند بتاعهم قدامهم على طول ب 75 جنيه، قدامهم على طول العبايه ب 75 جنيه كل المقاسات والمقاسات الكبيره. بصوا بقى هتلاقوا عند محل دل على رجلك
وانتوا ماشيين على الشمال ومسجد الشبراوي، هندخل بقى من الشارع ده، في ظهرنا كان علي بتاع البراهات اللي انا صورته لكم عليه، بتاع الكرسيهات والبراهات والحاجات الرياضيه بخمسه ب 15 جنيه، اللي انا صورتها لكم الراجل بتاع السجاده هو هتلاقوه على شمالكم جنب الجامع على طول، اللي انا عملت لكم عليه الفيديو تمام. وهتمشوا في شارع الاحمدين، ده اسمه شارع الاحمدين، مكان ما احنا رايحين للراجل. السلام عليكم يا بنات، عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. جبت لكم محل الملابس اللي طلبت مننا ملابس يعني فساتين الفرح والسواريه، يعني بعد ايمن بتاع ايمن جوش بتاع الجنسات، برضو شارع الاحمدين اهو، وعند برضو يعني الراجل اللي انا صورته من عنده بتاع الطرح، بصوا البنتيهات هو جنبه اهو تمام، عشان بس الناس ما تتوهش، عشان اللي يجي المكان ينجز مره واحده الاربع محلات اهو. احنا هنصور معاهم حاجه حاجه. بصوا اسم المحل محمد احمد، 3 شارع الاحمدين، وكاله البلح تمام. هو الكارت عموما اهو عشان خاطر الناس ما تتوهش مننا. وهمشي معاكم حاجه حاجه، الاسعار الفساتين واسعار السواريه هي هتقول لنا عليهم. هنبدا من اول هنا، وهنقول لكم على المقاسات، وهنقول لكم على الاسعار، وهنقول لكم على التفصيل كام، وزائد الحاجات اللي هتنزل بعد العيد. هنصور بس من اول الفستان هنا. بكام الفستان ده؟ ب 1100. ده ب 1100. ده مستورد ولا مصري؟ كل اللي موجود مستورد صح، بس جديد مش مستعمل، ولا هو مستعمل جديد صح تمام. بألف وكم؟ 1100. وده بكم؟ ده ب750. ده 750. طب انا لو هو لو واحده مثلا محجبه وعجبها حاجه زي كده بس عايزه تقفلها، ينفع تقفلوها لها من فوق؟ التقفيل بتعمل بره، التقفيل بره مش عندكم يعني. ماشي. طب دي بكم؟ فستان ب 650. 650 كله جديد مش مستعمل، كل الحاجة هنا تمام. وده بكم؟ 650. 650 الأحمر ده تمام. والزيتي ده بكم؟ الزيتي ده برضو بنفس السعر 650. 650. وده كم؟ 750. 750. وده 850. 850. وده 850. 850. وده 800. 800. وده 850. 850 تمام. وده وده نفس السعر، نفس السعر 850 تمام. وده 950. وده 800. انا لقيت في كذا محلات هناك في الوكاله عاملين على 200 و300 والكلام ده، عندكم هل في عندكم الاسعار دي؟ كل شغل جديد بس ما عندكيش بواقي تمام. كام ده الكحلي؟ ده 900. طب مقاساتهم كام بقى، لارج وميديوم واكس لارج، ولا كام مقاساتهم بتبقى؟ المقاسات كلها بتبقى وان سايز، يعني في حدود 46 48 50. في حدود 46 48 50. يعني اصغر حاجه كام واكبر حاجه كام؟ اصغر حاجه عندي 46. اصغر حاجه 46 واكبر حاجه؟ اكبر حاجه فوق بيلبس لي 50. بيلبس لي 50 ماشي. وبكام دوت؟ كان ب 1750، عليه عرض ب 1400. ب 1400 تمام. ده بكام؟ نفس السعر ب 1400 ماشي. وده بكام؟ دوت ب 850. ده 850 تمام. دي كلها ملابس طبعا جديده مش مستعمله. ده بكام؟ دوت عامل 800، كان ب 1250 بقى ب 800. بقى ب 800. نيجي بقى للشديد الجامد ده بتاعنا، ملابس الافراح. خليكي او خليكي كده بصي. كام بقى فستان الفرح ده الجميل ده؟ دوت 1500. 1500 جديد مش مستعمل صح؟ خامته ايه؟ خامة الفستان ايه؟ تول على حسب الماتيريال تمام. ده بكام برضو؟ تمام. بكم وبديل، بس عندي يعني هو بيبدأ من كام الفستان عندك الفرح؟ يعني ده من 1500 ده، واللي انا صورته برضه عشان بس مركزتش على الصدر من فوق، بكم؟ من 1500 برضه؟ ده ب 1500 برضه. ينفع يتقفل من فوق؟ انا شايفه ان هو مفتوح، ينفع يتقفل؟ بصي هو الزفاف مش مسألة ينفع يتقفل، ممكن بعمل لها يعني اعمل شكل اللي هي عايزاه تقفيلها كله تمام. يعني لو عايزه ستايل تاني اعمله. بكام طيب؟ وعلى حسب بكام اللي انا بصوره ده؟ ده ب 1500. ده فستان خطوبة صح؟ تمام. بكام هنا؟
برضو 1500 صح؟ تمام. يعني حضرتك تقدري تفصلي لها فستان، او لو هي مثلا عجبتها العروسه عجبتها الفستان ده تمام، تقدري اللي انت تقفله لها من فوق بادي عشان خاطر هي تكون محجبه. ممكن اعمل لها بادي، يعني اجيب لها البادي وترازولها. تجيبي لها البادي وترازولها تمام. لكن حكايه ان انا اقفله يرجع المصنع تاني وكده لا. في بقى ممكن مثلا لو هي حابه ستايل تاني اعمله لها بتقفيله كله تمام. طيب في التفصيل عندكم بقى بكام؟ على حسب الموديل. يعني عندكم اصلا تفصيل زفاف. زفاف بس، لكن سواري لا. طب الحريمي ولا الرجالي عنده مين اللي بيفصل؟ يعني حريمي ولا رجال اللي بيفصلوا؟ لا هو المصنع فيه رجاله. المصنع بناخد المقاسات بتاعته. انتوا اللي بتاخدوا المقاسات، انتوا يعني كبنات بتاخدوا المقاسات. طيب تمام. مواعيدكم طب ايه في الايام الاسبوع؟ من 10 ل 10. من الساعه 10 الصبح ل 10 بالليل. والاجازه ايه؟ الاجازه يوم الاحد. الاجازه يوم الاحد تمام. الفساتين طيب دي بكام بقى اللي هي الصغيره الاطفال دي؟ طب اللي انا ماسكاه في ايدي ده بكام ده؟ دي ب 300 وده بكام ده؟ وده ده الفستان الابيض الصغير ده ب 250. يعني عندكم الاطفال من اول سن كام لحد سن كام؟ من اول سنه وانا طالعه لحد سن 15 سنه. طب اللي انا بصوره ده بكام؟ ده ب 300 جنيه تمام. وده ب 300. ده السن المحايا 15 سنة يعني. ودي بكام اللي انا بصورها دي؟ ده 750. والقماشة بتاعتها مش منفوشة يعني عادية تمام. طب ما فيش فساتين تاني جديد مثلا ان احنا نصورها؟ ان شاء الله بعد العيد نازل. بعد العيد نازل كوليكشن جديد يعني؟ تمام. يا جماعة بعد العيد نازل بتقول كوليكشن جديد ان شاء الله. يوم الحد اجازتهم صح كده يا استاذة؟ يوم الحد اجازتكم تمام؟ يوم الحد بيبقى اجازتهم. طب لما بتنزلي بواقي، يعني البواقي اللي عندك اللي انت بتنزليها بتحطي عليها اللي هي للمقاسات، يعني اللي هي الانسات الكبيره دي بتحطي عليها 300 جنيه و200 جنيه؟ لان انا شفت محلات عامله كده يعني. لا ما انا عنديش بواقي، ما بنزلش بواقي. بتنزلي خصومات طيب في المحل؟ اكيد بنزل خصومات بس ما فيش بواقي عندي. طب عندكم صفحه على اليوتيوب مثلا او كده؟ البيج بتاعنا. اليوتيوب فين؟ لا الفيسكو. الفيسبوك عندكم من ايه؟ محلات محمد العمدة لفساتين الزفاف والسواري. يعني اللي يدخل يكتب كده على الفيسبوك هتظهر له صح؟ هيظهر له الصفحة على طول مش كده ولا انا غلطانة؟ بنعرض فساتين وصور وبننزل كل بتعرضوا كل حاجة على الفيسبوك، حتى التخفيضات. يعني التخفيضات بتوصل ل50% مثلا؟ في حاجات بتوصل ل50%؟ تمام. يبقى هم يا جماعه كل يوم بيبقوا موجودين ما عدا يوم الاحد. الفساتين اللي عندهم دول بيبقى عندهم خصومات بس في وقت معين، هيبقى اتابعوهم على الفيسبوك وعلى ارقامهم. الحاجات اللي موجوده دي مستورده مش مصريه، الفساتين اللي احنا صورناها دي مستورده مش مصريه. عندهم فساتين الزفاف بتبدا من 1500 لحد كام؟ لحد في حاجات بتعدي ال 2500 3000 وفي حاجات بتعدي 3000 وال 2500 تمام. طبعا انتوا هتتابعوهم على صفحتهم وهم عندهم على طول بيردوا على الفيسبوك وعلى الواتساب، والارقام دي عليها واتساب مش كده برضو؟ طيب تمام. السن المحير عندك من اول سن مثلا 8 سنين 10 سنين لحد سن 15 سنه؟ من اول سنه لحد سن 15 سنه موجود فيه تمام. طب لو انا عاوزه افصل للبيبيهات مثلا في موجود؟ لا مفيش تفصيل. مفيش تفصيل مثلا حتى للسن المحير؟ لا عندكم سن محير احنا عندنا كده كده بنجيب وكمان بننزل سواريهات بس الكلام ده في الصيف تمام. يعني في بعد ان شاء الله بعد الموسم، يعني بعد الموسم هتنزله يعني بعد العيد ننزل حاجات جديده تمام. يا رب تكون الموديلات عجبتكم، عشان بس انا عارفه ان الاسعار ممكن الناس هتشوفها تقول دي غاليه، انت كنت جايبه لنا اسعار اقل من كده. اللي انا كنت جايباها اقل من كده دي كانت باله، كانت اصلا مستعمله. اللي انا بحكي فيه ده يا جماعه مش مستعمل، اهو البنت اهي معايا بتقول مش مستعمل، الحاجات دي مستورده تمام. وعندهم كمان التفصيل، بصوا حتى المحل بتاعهم ازاي عندهم حتى تفصيل مش السواريهات، تفصيل للعرايس تمام. هتمشى معاكم كده بالفيديو وانا بكلمكم عشان التفاصيل تاني دي مهمه جدا. الاسعار اللي احنا قلناها دي الحاجه بتاعتهم مستورده مش مصريه. في السواريهات السواريه مستورد ولا فساتين الفرح مستورده ولا مصريه؟ عندنا فساتين الفرح مستورده.
في فساتين فرح مستورده، في اللي هي في اللي موديلات الخليجي والاوروبي والكلام ده عندكم؟ لا هو مش مستورده، بتعمل الخامات مستورده، بتبقى الماتيريال مستورده. طب لو العروسه جابت الماتيريال بتاعتها من بره وحابه تنفذوا لها بتنفذوا لها؟ بصي هو تمام ما بنقولش لا، تمام بنفضل القماش من عندنا لاننا عارفين هنجيب ايه، بتبقوا عارفين نوعيه القماش اللي ينفع مع الفستان وينفع معاها. تمام. طب هي تبقى ينفع تبقى هي موجوده وقت اختيار الاقمشه؟ يعني ينفع ان هي تبقى موجوده هي عندها تستلم نفس الصوره اللي عجبتها، اللي هي نفس الصوره اللي جابتها من كتالوج معين، مش لازم كتالوج بتاعكم، بس المهم اللي هو من على النت من على الفيسبوك من اي مكان، بس المهم اللي انتوا بتعملوا لها نفس ما هي طلبت بالظبط، صح كده؟ بالمقاسات بكل. تمام ماشي يا جماعه، خلاص عرفتوا المكان فين، في شارع 3 شارع الاحمدين وكاله البلح القاهره، زي ما صورت عند بتاع بعد المحل بتاع الجنسات اللي انا صورت من عنده، هو المحل موجود وقدام بتاع الطرح برضو، وبعد كده محل الملايات. انا حبيت اصور الثلاثه جنب بعض عشان خاطر يعني بالمره بقى اللي تيجي تشوف الملايات تشوف الطرح تشوف ده تشوف ده تشوف ده وتوفر على نفسها. ما تنسوش يا جماعه بعد اذنكم اللايك للقناه يعني للفيديو، وسبسكرايب للقناه للاشتراك، والشير طبعا لكل الناس عشان الناس تعرف المقاسات. الحاجات دي ب 300 جنيه و 250 جنيه فساتين جديده اهي. تمام وكل سنه وانتم طيبين، وهم هينزلوا حاجات بعد العيد ان شاء الله، تابعوهم ماشي، تابعوهم بعد العيد باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.